خلص يا شباب شوي بس شوي شباب تصوير تصوير خلص يلا ارجوكم كيف حالك منيح؟ ليش حضرتك حالك؟ حكشك ليش؟ شو حكشك؟ شو حطك في الوزارة؟ بس هوش خلي دلي منه دلي منه شو حقك في الوزارة؟ حقك في الوزارة أنا أصير محرر أوكي وأنا برضو جريح آه ولا عوضوني صار لي سنة ونص مصاب ولا عوضوني شيء يا شباب قالونا بس إنها طب شو عملت؟ طب أنت أنت شو عملت؟ شو عملت؟ قلت له بيساعدني شيء عام خليني خلص لأنه قلت له بده بيساعدني إيش روح أعمل بدي إياه جبت كلية البنزين قلت له بدي أحرق حالي بتساعدني إيش قال لي أحرق؟ قال لك أحرق؟ حكى لك أحرق حالك؟ مسؤول الأمن مسؤول الأمن حكى لك أحرق حالك؟ شفت حالي قدام امين ايش اللي حكى لك احرق حالك وزير امن الوزير على البوابه على البوابه